وليكم ليكيب، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدو باقيين واحد النصائح باغي نمدهم للناس اللي باغي يجوا هنا الامارات. بون، الحاجه الاولى اللي ننصحكم بها الانجليزيه. انسان اللي ما يتكلمش اللغه الانجليزيه ويجي لدبي راح يغامر بنفسه، راح يخاطر بنفسه. تعلم اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه لغه عالميه ويجب علينا كلنا نتعلموها. هذه الحاجه الاولى. بون، الحاجه الزوجه عندك باش تجي لدبي غير هكاك، ولا باش تجي لدبي زعما كيما نقولوا ما درتيش معاك دراهم ولا هكا فريت ريسكي، باسكو الحاجه الاولى سي اوبليجي غير يكون عندك دراهم، خاطرش هنا دعوه غاليه بارابول دينار الجيري. كي تكومباري الدينار الجيري بالصوالح اللي هنايا تلقى ملك بليشير، ماشي كيما ملي تكون خدام هنايا وتخلص لنا الخلصه تاعهم تجيك لافي نورمال. بصح ملي تكون جاي من الجيري دي عندك مينيموم طيب بالك واحد المليون هكا في النهار مينيموم، ما طيبش نقولو باغ اكزومبل قام لك الفطور جويه 30 درهم، ماشي 30 درهم زعما كنت تاكل بيان، يعني قام لك 50 درهم كنت تاكل بيان زعما تاكل بيان، تما الفطور 50 درهم والحشا 50 درهم، تما طيح لك جويه 600 700 ما بين فطور وحشا، وزيدها الترونسبور تاعها تاع المترو وزيدها ما تلحق لك مليون، والقهوه تاع الصباح وكاع تلحق لك مليون في الشهر. تما انت وكي تجي لي روحك، هذه النقطة الأولى اللي بغيت نوضحها لكم. ما تغامروش بروحك، إنسان ما يعرفش اللغة الإنجليزية وما عندهاش دراهم يجي هنا غادي يدخل في حايط.